استعدادات مستمرة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهامة جدا جدا أمام فريق بلاتينيوم اللي هتكون بعد بكرة بإذن الله تعالى في تمام الساعة 3 عصرا في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور المجموعات تحديدا. مباراة غاية في الأهمية، الفريق مركز جدا، الكل متأهب لهذه المباراة والهدف واحد ومعروف بالنسبة للجميع هو حصد 3 نقاط، خصوصا في ظل المنافسة الصعبة والشرسة جدا بالتحديد في المجموعة دي اللي بتضم ايضا بجانب الاهلي كل من الهلال والنجم الساحلي وايضا فريق بلاتينيوم. فبالتالي مهم قوي بالنسبه لك اي نقطه في ال3 ماتشات اللي جايين ان انت تكسبها لازم. مباراه بلاتينيوم لو خدت 3 نقط هيبقى الموضوع بالنسبه لك ابسط نسبيا، رغم ان في كره القدم طبعا مفيش حاجه بتبقى محسومه دايما، ال 90 دقيقه هي اللي بتحسم في اي مباراه، وخصوصا في دور المجموعات مع نهايه اخر مباراه تقدر تحسم مين المتاهل. ان شاء الله يكون الحظ من نصيب النادي الاهلي في التاهل والتوفيق يكون حليفه، بدايه من مباراه بلاتينيوم ومرورا بمباراتي النجم الساحلي في القاهره ومباراه الهلال في السودان باذن الله تعالى. ناخدها خطوه خطوه، احنا دلوقتي مركزين في مباراه بلاتينيوم، فعايز اقول لحضراتكم كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق هناك في زيمبابوي. احنا عارفين الفريق وصل امبارح الصبح بدري في العاصمه هراري، والمباراة هتكون في مدينة أخرى اسمها بولاوايو هناك في زيمبابوي، وهي معقل فريق بلاتينيوم. فبالتالي الجهاز الفني والجهاز الإداري استقر على أن التدريبات تبقى عبارة عن تدريبين على مدار يومين امبارح والنهاردة في مدينة هراري أو العاصمة هراري هناك في زيمبابوي، بسبب أن الإقامة أفضل يعني نسبيا من المدينة الأخرى اللي هتستضيف المباراة. بالتالي مران الأمس كان الساعة 5، النهاردة المران الساعة 3 في نفس توقيت المباراة عشان تتعود على أجواء الفترة دي أو التوقيت بتاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم اللي هيكون الساعة 3 العصر. طب ليه امبارح كان الساعة 5؟ عشان كان الفريق جاي من رحلة شقة وطويلة جدا 12 ساعة تقريبا، فبالتالي كان لازم يبقى فيه جزء من الراحة بالنسبة للاعبين قبل خوض أول مران اللي كان الساعة 5 امبارح. المران لسه منتهي منذ لحظات، ودي لقطات حصرية لتدريبات النادي الأهلي اليوم بالتحديد، واللي إن شاء الله بإذن الله بيستعدوا من خلالها كل الاستعداد المناسب للمواجهة المرتقبة بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. والنهاردة طبعا تاني تدريبات النادي الأهلي قبل المران الأخير غدا بالنسبة للفريق، واللي هيكون في نفس توقيت المباراة واللي هيشمل بعض الأمور الهامة جدا من الجانب الخططي والتكتيكي الخاص بمستر ريني فايلر. وفي نفس الوقت هيبقى في أول ربع ساعة طبقا للوائح الكاف، يعني ربع ساعة مفتوحة للإعلام في أول مران الغد اللي هو المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. فيما يتعلق بآخر أخبار بعض اللاعبين، إكرامي بيواصل برنامجه التأهيلي في زيمبابوي. احنا عارفين شيف إكرامي كان عنده زي إجهاد قوي شوية في السمانة، لكن شوفي من هذه الإصابة بيتم تأهيله إن هو يكون جاهز في حالة الاحتياج ليه في المباريات. وطبعا عنصر مهم جدا شريف إكرامي تواجده في حد ذاته اكيد حاجه غايه في الاهميه بسبب الخبرات الكبيره اللي بيتمتع بيها شريف في مثل هذه البطولات الهامه. خلينا اقول لحضراتكم النهارده مع نهايه المران كان في تقسيمه بالكره في ختام المران، التقسيمه دي شملت بعض الجمل التكتيكيه وبعض التعليمات الخاصه بمستر ريني فايلر بالتحديد قبل مباراه يوم السبت، خصوصا في ظل متابعه مستر فايلر وتركيزه على بعض الامور الخاصه بفريق بلاتينيوم من خلال مشاهده اللقطات الخاصه بالفريق على مدار المباريات الاخيره بالنسبه لهم وبالتحديد مباراه الاهلي الاخيره اللي كانت في القاهره. فبالتالي تعليمات كانت مهمه جدا خلال التقسيمه دي واللي من خلالها بيستعد وبيواصل النادي الاهلي استعداداته للمباراه. بالنسبه لمروان محسن، مروان محسن زي ما حضراتكم عارفين كان عنده قدمه قويه في وجه القدم، فكان في تورم شويه، التورم ده ابتدى يتلاشى خلاص، الامور ابتدت تبقى احسن بالنسبه لمروان محسن. بيواصل برنامج العلاجي والتاهيلي الخاص به النهارده كمان، لكن بكره قبل المران الاخير باذن الله تعالى هيكون في فحص طبي اخير بالنسبه لمروان عشان نعرف امكانيه مشاركته في المباراة إن شاء الله. بعثة الأهلي هتروح إمتى بقى المدينة الأخرى بولاوايو؟ هيبقى بكرة الصبح، الفرقة هتتحرك الساعة 7 صباحا وتوصل بإذن الله تعالى الساعة 10 صباحا، يعني حوالي 3 ساعات من خلال الطيران، وبإذن الله يوصلوا. بعد ما يوصلوا هيكون التدريب في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة بالطبع. كابتن سمير عدلي هو اللي سبق طبعا المدير الاداري للفريق، هو اللي سبق البعثه لمدينه بولاوايو عشان يرتب كل الامور اللي بتتعلق باستقبال الفريق من حيث الاقامه والانتقالات
وكل ما شابه ذلك، يعني عشان الأمور كلها تبقى مهيئة للفريق بالشكل الأمثل.